مرحبا، اليوم رح نحكي عن الاقتصاد الدائري وعن دور المرأة بتفعيل هيدا النظام. الاقتصاد الدائري هو نظام هدفه يقضي على الهدر وعلى الاستخدام المستمر للموارد الطبيعية من خلال حماية الموارد، ترشيد الاستهلاك، إنتاج مستدام، تحويل النفايات لموارد. هو نظام متجدد إصلاحي مبني على ثلاث مبادئ: تفادي النفايات والتلوث من مرحلة التصميم، استخدام الأغراض لأطول فترة ممكنة، تجديد الأنظمة الطبيعية. بيّنت الدراسات أن النساء على استعداد أكثر من الرجال لتغيير سلوكهم كرمال تحسين البيئة ولرفاهية عيالهم، فبيميل النساء أنه يتقبلوا أسرع سلوكيات النظام الدائري مثل إعادة الاستخدام، الإصلاح واستعمال الأغراض لأطول فترة ممكنة. النساء بأسرع على قرارات العائلة وعلى قرارات الاستهلاك، فبالتالي مشاركة المرأة بالتنمية الاقتصادية أمر مهم، لأن المرأة بتلعب دور بزيادة الوعي لتطبيق سلوكيات الإنتاج والاستهلاك المسؤولة، وبتزرع الثقافة بالعديد من المستويات اللي بتشارك فيها بحياتها اليومية. العديد من النساء بالعالم بادرت بتطبيق نظام الاقتصاد الدائري على قطاعات مختلفة مثل القطاع الغذائي، القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، عالم الأزياء وغيرهم. وهالمبادرات سجلت أثر إيجابي كبير على البيئة من ناحية تخفيف الانبعاثات، الحد من التغيير المناخي، تخفيف الاستهلاك، وهيدا الشيء خفف الكلفة وعزز دور المرأة. بعض الممارسات اليومية اللي بتقدر تعملها المرأة لتطبيق نظام الاقتصاد الدائري: بدء الفرز من البيت وإنتاج السماد من نفاياتنا العضوية، تطبيق الزراعة المستدامة وصناعة منتوجاتنا الخاصة، بحث عن طرق مبتكرة لمعالجة النفايات، اعتماد الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المياه، تخفيف النفايات بالبيت أو بالعمل من خلال تجنب المواد البلاستيكية والمواد اللي بتستعمل مرة واحدة، الانتباه على الملابس وتداولها بين أفراد الأسرة وإعادة استخدام الأشياء القديمة، تقليل هدر الطعام من خلال التخطيط للوجبات ومن خلال اعتماد عملية التسوق للمنتوجات الطبيعية والمحلية، وتذكير مستمر لأفراد العائلة بتوفير الطاقة والماء مثل إطفاء الأنوار وإبقاء فترة الاستحمام قصيرة. وهيك منكون أخذنا فكرة عن الاقتصاد الدائري وكيف فينا بخطوات صغيرة وتغيير بسيط نبلش بهالنظام وقدي المرأة قادرة تعمل فرق. خلينا نبلش نفكر بالاستدامة ونعتمد ممارسات الاقتصاد الدائري.